النجم الفنان عمرو دياب، اهلا بيك في البرنامج. تحب تقول ايه بقى لجمهورك بعد سنه كامله من الشغل ونجاح منقطع النظير السنه دي في مصر وفي الدول العربيه وبره؟ الله يخليك. لا هو انا يعني احب اقول للجمهور من غير ما انجح مش مساله نجاح، يعني الحمد لله انا بغني ليهم، بعمل كل حاجه عشانهم. هم اللي بيدوني ثقه في نفسي، هم اللي في اي مكان بروحه في الدنيا بعيش عشانهم، بغني عشانهم. فانا اقول لهم مش معنى ان انت بتقول لي نجحت او كده، ان انا لا، انا بقول لهم كده على الملأ على طول، انا عايش عشانكم. لا مثلا السنه دي كان في نجاح، الالبوم كله تقريبا كل الاغاني الناس بتغنيها معاك غنوه بغنوه، وانا شفت ده في حفلات الساحل الشمالي ما كنتش عارف اخش، الحمد لله. وفي الحفله بتاعت مصر برضو نفس الوضع. انا شفتك وانت داخل على المسرح اول وهله مخضوض، وده هورهولك في التصوير، مخضوض من الجمهور. طبعا بتشوف جمهور كتير في كل العالم، بس المره دي بالذات كان عندك رهبه جامده جدا. ليه؟ لا هو مش رهبه، بتبقى اول حفله. يمكن انت حضرت اول حفله ليا، كان دي اول حفله في السنه كلها. واول حفله في السنه بتبقى بالنسبه لي بقدم الالبوم، بقدم الاغاني الجديده، عاملين بروفات على مع الفرقه، عايزين يا رب الناس تحب الاغاني الجديده، ناس تتقبلها زي اللي قبليها. فبيبقى في خضة فنان مقدم شيء وحاسس ان الجمهور يعني مستني منه حاجه، ويتمنى ان هو الجمهور يتقبلها. يعني عمرو، وانت بتشتغل كنت حاسس في غنوه معينه هتنجح مع الناس؟ كنت عامل لها حساب؟ انا مش بتوقع حاجه بعينها، انا بعمل الاغاني وبقول يا رب، انا بتمنى اي اغنيه في الالبوم، بس انا بحب تملي معاك. لانها بالنسبه لي شيء، يعني السنه اللي فاتت كنت عملت اغنيه بحبها جدا اسمها خليك فاكرني. خليتني اعمل تملي معاك، وخلتني اعمل يعني بعترف وصعبان والحاجات دي. زائد ان انا مثلا عند قمرين من الاغاني اللي انا بحبها جدا برضو عملت العالم الله، وعملت سنين، وعملت والله دي حال الدنيا، وعملت يعني. هو انت بتتكلم على الجمهور بيحب حاجه بتقدمها مش متوقعها منه قوي، فبيديك دفع انك انت تكملها، تعمل حاجه بقى متطوره ليها، تعمل حاجه كده يعني. اول غنوه قلتها العالم الله، الجمهور قاعد يقول وهي وهي حاضر. انت ما كنتش متوقع انه هي عامله ايه دلوقتي؟ الجمله دي بالذات تعمل مع الجمهور كده؟ لا هو احنا لما بنعمل الالبوم بنعمله بنبقى حابين كل حاجه فيه، فاحنا مش متخيلين. يعني مثلا بنبقى عايشين 6 اشهر مفيش يعني، يمكن ده اول يبقى مش مركز على ايه اللي ممكن يتقبله الناس طبعا. لان اذواق الناس بتختلف، وانا بتمنى ان انا الناس تحب الاغاني بتاعتي. فمثلا اغنيه زي وهي عامله ايه دلوقتي، اول تعاون بيني وبين الشاعر بهاء الدين محمد والملحن عصام كريكا، وكانت وشهم حلو كده، وشهم حلو عليا ان هم الاغنيه لقت القبول. يقصد بها المؤلف وهي عامله ايه دلوقتي؟ يعني واحد صاحب واحده لا ده واحد بيسال صاحبه انت قابلتها وهي عامله ايه دلوقتي، ومين هون عليها الوقت؟ قولوا لي، بيقول لاصحابه قولوا لي لو في صالحها اروح لها وصالحها، ظالمها وقلبي جارح اجلها ولا مش دلوقتي. هم على اللي عارفين يعني، راحوا لها وهو مبتعد. يعني هو بيسالها، بيسال صحابه عليها طبعا، يعني لسه بيحبها. ما هو اكيد ساكته ولا قال يعني هو طبعا. يعني انتوا شفتوها، بس قال يعني هو اللي عارفها اكتر منكم يعني. اكيد ساكته ولا اجلها ولا وش دلوقتي.
اهتمامات بالكلمات السنه دي اهتمام تالي زياده شويه. لا بالعكس، هو انا بس انا يعني غنوه، انا عاوز اقول بس غنوه اللي هي بتاعت العالي مالله ها، على قد ما هي ريتميك قوي او فيها ريتم جامد جدا، انما فيها جمله حلوه جدا. لا هو الحمد لله يعني هو طبعا امير طعيمه إيه؟ هو الحب ايه غير نظره من يمكن انا بقول انا بشوفها في اولادي يعني انا مثلا لما تيجي الاغنيه دي انا ابص لاولادي اشوف ان الحب ايه غير نظره من عينيه غير لمسه من ايدي غير قلب تخاف عليه. يعني بسط المعنى قوي ووجهه نظره. بعترف برضه اغنيه احنا انا شخصيا بغنيها كنت بغنيها لاولادي التوأم وطبعا بنتي نور وانا بغني بقول بعترف قدام عينيه من النهارده انا عمري ليه سيبني احبك يا حبيبي وانسى روحي بين ايديه هو ده اللي حلمت بيه ضحكته نظرة عينيه يا حبيبي وانت جنبي تفتكر انا هعمل ايه تفتكر لما ابنك ولا بنتك جنبك هتاخده في حضنك. فكان ليها يعني هو اللي انا عايز اقوله ان احنا كان في ما بنغنيش يعني انا بس الفتره اللي فاتت اللي هي الاغاني الشرايط اللي قبل كده علشان تنقل من 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 شق موسيقي او من شكل موسيقي كامل او تنقل قالب موسيقي جديد لازم تبقى تهتم بالموسيقى بشكل مباشر لان احنا عندنا الموسيقى ممكن تفضل 10 سنين زي ما هي. يمكن اليومين دول الحمد لله قدرنا نتطور شويه من بين يعني في تطور في مستمر في الاغاني انما الموسيقى في الكلمه ممكن تتغير في مصر او في شغلنا سهل قوي ان الكلمه تتغير انما صعب قوي ان الموسيقى تتغير. فكان عليا ان انا احاول انقل من اول نور العين وكان قبلها ويلموني ونور العين وعودوني وقمرين كل ده بنحاول بحاول اهتمامي الكبير كان بالشق الموسيقي. بتبقى دايما انت سابق بالارقام الجديده. لا هو يعني نور العين مثلا الجيتارات لا هو 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 اشكال موسيقيه متاحه في العالم العربي وفي العالم كله وارقام موجوده عندنا مش غريبه بس احنا بنظهرها وده ده اللي احنا بس جرعه الرومانسيه السنه دي زادت شويه. بالعكس والله انا لما جيت شفت اغانيه القديمه انا كنت راح اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه وكنت بقول ليه ابعد عنك ليه اللي قلبي اختارك ماشي وفي طيارك انا ماشي بخطي ومش بارادتي كده مش عارف ليه الشاعر مجدي النجار ولا يمكن عشان انت صورت تملي معاك. انا كنت بداياتي مع واستمراريتي لحد وقتنا هذا مع اثنين شعراء من اعظم الشعراء اللي جابتهم مصر على الاطلاق مجدي النجار ومدحت العدل. مدحت يمكن اتجه للسيناريوهات وبقى من اهم كتاب السيناريو في مصر. مجدي نجار شاعر رومانسي هو يعني يعني زي يعني انا لو اقول لك يعني احنا ما بعدناش عن الرومانسيه انا لسه بقول لك كان في شق موسيقي بحاول اغير منه شويه. انت صورت تمام اللي معاك وانت ما كنت بتهتم بتصوير الاغاني اللي هي اللي فيها رتم للشباب اكتر. دلوقتي في جمهور دخل مع عمرو دياب هو يمكن انت اللي تقوله انك صورت انا اظهرت ما انا ده اللي بتكلم فيه انما لا انما اتصورت طبعا اجي اقول لك لان انا المفروض كنت اصور قبل كده من ايام وهي مره عدت وخلاص وايه يعني خليك في جانبك لازم تصورها وطبعا خليك في جانبك بتكلم من ورا شويه كده وملهاش حل تاني يعني عيش الحياه انا وانت وقفت في مكاني واصور الملاك البريء كانت حلوه قوي كانت حاجات كتيره يعني انا يعني الشعراء اللي اتعاملت معاهم كانوا شعراء ليهم ثقافه مصريه جميله وليهم وضع جميل قوي زي الزمان مالكيش امان وفي ثانيه بتبيع اللي كان لحن شغل بهواك وادوب ولا اقول مقدر ولا مكتوب كان بيقول يعني مدحت العدل قال لي ورجعت من السفر دايب من الفراق مشتاق لعيون حبيبي ولحظه اشتياق فتحت الباب لقيت ورقه وكلمه وداع سابتني اللي عشانها دقت سنين الضياع كنت فاكرها ملاك لكن طلعت بشر. فيعني الكلمه موجوده بس هو اظهرها مش اظهرها ما الناس بتسمع شريط جمهوري بس اللي بيشتري شريط مثلا مليون اثنين ثلاثه في 70 مليون في 320 مليون عربي اتمنى الارقام دي انا بقول مثلا يعني مثلا في 70 مليون في مصر بيتفرجوا على التلفزيون او بيشوفوا الغنوه بتاعتك انا فاهم قصدك طبعا هو كلام عندك حق في الحكايه دي انما هو بحاول اظهر وبتقول لمين كده عين عينك كده عين عينك دي كتيره قوي ده كده عين عينك تنكر هوا كان بيني وبين
هي كده حاجه عينك دي اصبحت ظاهره انا حاسسها اللي من دول. مساله بقت عيني عينك. يعني انا بتصدم في اشياء عيني عينك. ازاي؟ يعني بقت المساله اخر حاجه اتصدمت فيها. لا مش اخر حاجه اتصدمت فيها، المساله بالشكل اللي شايفينه في الوضع دلوقتي. عيني عينك. لو ده المعنى. يعني او مش هقول اكتر من كده، وبشوف ما عادش فيه مش عيني عينك وكده عيني عينك في